طيب كله كده جاهز نبدأ يا جماعة. باشمهندسنا الأعزاء، أهلا بيكم جميعا، ويا رب تكونوا استفدتم من اللي فات. وبادئين النهاردة المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله، والأخيرة في الكورس، بس إن شاء الله بإذن الله هبقى أحاول أرتب مع الباشمهندس أخويا حبيبي باشمهندس عمر إن إحنا نعمل إن شاء الله حاجات برضو تانية إن شاء الله، بحيث إن الاستفادة تعم الكل. وزي ما قلت قبل كده، دي حاجة يعني نقول عليها ايه، يعني ده واجبنا العلم وايضاحه، واللي اكبر استفاده للجميع. تمام، نتمناها للجميع اكبر استفاده من اللي احنا بنقوله، وربنا يا رب يتقبل مننا ويجعله في ميزان حسناتنا. تمام، وتكونوا فعلا بتستفيدوا باللي احنا بنعمله ده. طيب الاول قبل ما نبدا النهارده، طبعا النهارده ان شاء الله باذن الله، بس في البدايه كده طبعا مع اخواني الاعزاء، كان للاسف ما كانش عندهم وقت. الله يعزك يا باشمهندس محمد، ده نورك والله، الله يعزك يا رب، الله يعزك حبيبي. كان المشكله في الوقت، ان احنا عشان المحاضره النهارده وناخد محاضره تانية كان ممكن الموضوع ده يمتد معانا لحد اخر الشهر، نظرا لظروف المواعيد. هم طبعا الجدول بتاعهم مشغول جدا، ربنا يوفقهم يا رب ويجازيهم خير عن تعبهم ومجهودهم. فكانت المواعيد المتاحة في الأيام العادية بتبقى حوالي الساعة 5، وأنا ظروف الشغل بتاعتي ما أضمنش بصراحة أن أنا أبقى موجود هنا الساعة 5 أو لأ. تمام، فكان الاقتراح امبارح أن احنا نخلي النهاردة محاضرة مكثفة. بإذن الله أحاول بقدر الإمكان أن أخلص بقدر الإمكان قبل الوقت المحدد، بس احنا إن شاء الله بنتكلم في حدود حوالي 4 ساعات. أوكي، وإن شاء الله ممكن نخلص، يعني احنا بنتكلم من 3 لـ4 ساعات بإذن الله، وهناخد بريك في النص. ماشي، بس انا ما حبيتش ان احنا ناخد محاضره النهارده ونترك لحد اخر الشهر عشان ناخد المحاضره الثانيه. اعتقد هيكون اصلا نسيت اللي احنا قلناه في المحاضره دي، او مش هيبقى في ترابط بين المحاضرات. فكان مضطرين طبعا، اسفين ان احنا نبدا النهارده محاضره مطوله بمقام محاضرتين. اتمنى تكون الامور واضحه تمام للجميع، ومعلش سامحونا على الضغط في الوقت ده. طبعا في حبايبي وزملائي الاعزاء طبعا، اللي احنا متعودين اصلا كنا بنشتغل 4 ساعات كل مره، من البشمهندس محمد وبشمهندسه سميه اعتقد هي موجوده معانا هنا، وبشمهندس كل البشمهندسين الموجودين معانا حضروا معانا قبل كده. طبعا مش تمام، بس في ناس كتيره، بشمهندسه ايمان تمام، ففي ناس كتيره حضرت معانا وكانوا متعودين معانا على شغل الساعتين، سوري الاربع ساعات مش الساعتين. مش مهندس محمد اهو بيقول لك ساعتين دول دلع. تمام، مش مهندسه ندى برضو موجوده. تمام يا هندسه، الله يبارك فيكم يا رب، ربنا يعزكم خير، والله سعيد بوجودكم معايا والله بامانه يعني. تمام، فهم متعودين معانا الاربع ساعات يعني، ماشي متعودين معانا على الاربع ساعات، فالساعتين دول حاجه كده خفيفه، ما كناش حتى بنلحق. او حتى برضو مش مهندسه ايمان بتقول لك فعلا الساعتين دلع يعني. تمام، فالساعتين بالنسبه لهم طبعا مش حاجه يعني. تمام، الساعتين بالنسبه لهم مش حاجه. واعتقد برضو احنا كان يمكن برضو موضوع الساعتين، لان احنا كنا بنبدا من 8 ل 10 بتوقيت مصر، اعتقد عندكم كان بيبقى من 9 ل 11 تقريبا، مش مهندس ايمان مش مهندس محمد، بيبقى من 9 ل 11. فطبعا من 11 بالليل يعني اكتر من كده يبقى بالظبط يعني ظلم ليكم، لان طبعا فروق التوقيت عندنا وعندكم. تمام، فده اللي خلانا النهارده نضغط ان احنا نخلص ان شاء الله ونبدا بدري بالظبط. وكان جه رمضان علينا فعلا باشمهندس امان، صحيح فعلا، وكان ظروف طبعا رمضان وصيام وفطار وسحور، فالحمد لله. فالنهارده يعني هنقول من 3 لـ4 ساعات حسب ربنا يكرمنا ونقدرنا ونخلص باذن الرحمن، وهنحط بريك في النص، اللي عايز يصلي، اللي عايز يشرب حاجه بتاع. انا بالنسبه لي شربت قهوه، حاطط قدامي شاي وقهوه، حاطط كل حاجه قدامي، محضر كل شيء. باشمهندس ابو بكر بيقول 4 ساعات، تمام، عايز هو عايز 4 ساعات كاملين، على الله ربنا يكرم يا باشمهندس. طيب النهارده كده، انا بصراحه النهارده فضيت نفسي ليكم تماما يعني، انا ما خدتش اي مواعيد ولا خرجت ولا رحت شغل ولا عملت اي شيء بصراحه النهارده بسببكم. تمام، اجلت كل حاجه، وشغلي بعد يعني بعد ما اخلص نشاطي ده اتحرك بقى اروح على المكتب. ده ريندر عملته بسرعه كده للركنه بس يعني، قلت برضه حتى حاجه نشتغل عليها النهارده، لان طبعا عايزين نشتغل بوست برودكشن، ما حبيتش اجيب مشروع قديم، حبيت نشتغل على اللي احنا عملناه يعني، برضه عشان نشوف النتيجه بالتعب والمجهود بتاعنا في البروجكت بالكم. الزرد يا باشمهندس محمد، فعلا الواحد نفسه في شاي زرد. ماشي، انا شربت القهوه الاول، الشاي بقى ايه ناخده في البريك ان شاء الله. فعملت ريندر سريع زي ما انتم شايفين كده للركنه. تمام، الريندر ده خدوا بالكم ده على اقل اعدادات،
على الاقل الاعداد اللي احنا كنا شغالين عليها، على اقل اعدادات يعني، احنا اشتغلنا بالاعدادات العاديه جدا، ما زودتش حاجه من عندي تمام، هي لا الريزولوشن العادي ونفس الاعدادات اللي احنا كنا بنعمل عليها تيست ريندر، هو طلع النتيجه بتاعتنا كده. اعتقد ان النتيجه دي هقول لك يعني كافيه بنسبه 97 98% تمام. يعني شوف انا بقول لك بنسبه ايه، يعني 97 98 اعتقد انت لو بعت العميل حاجه زي كده او طلعت ناتج زي كده بتاعي مش وحش، ما فيهوش ادنى مشكله خالص، مع شويه التعديلات البسيطه اللي احنا نعملها بالفوتوشوب النهارده ان شاء الله اعتقد ممكن توصل لنسبه 100%. عندي هنا مشكلتين اتنين بس برضو حابب اشاركهم معكم، ظهروا معايا او ثلاث مشاكل بمعنى صح، مش مشكلتين، انا بحاول ان انا اوضح عشان يعني انا مش بنتقد نفسي ولا بنتقد شغلي، بس بحاول ان انا اتشير داتا معاك او ان انا اعلمك من حاجه زي كده ماشي. اول حاجه عندي هنا او اول مشكله انا ما خدتش بالي منها، ان انا طبعا عندي هنا ضوء نهاري تمام، انا طبعا نسيت اقفل البلانه دي بس طبعا ما حبيتش اعيد، ما كانش او ما عنديش الوقت ان اعيد تاني. الضوء النهاري ده ما ينفعش مع الاضاءه الليليه، يعني لو الضوء النهاري ده قايد المفروض ان ابقى طافي السبوتات تمام واكتفي بالاضاءه النهاريه فقط لا غير ماشي، انما انا يعني عامل يعني اناره للاباليك وللسبوتات والليد يبقى المفروض ده اضاءه ليليه، فهمنا كده حاجه يا جماعه، يبقى المفروض دي اضاءه ليليه، يبقى انا المفروض الاضاءه النهاريه دي لا. دي اول نقطه انا بكلمك للايضاح، انا طبعا اكتشفتها بعد ما رندرت، ما خدتش بالي طبعا ان انا البلانه نسيت اقفلها خلاص، فطبعا طالعه كده كانها نهار والاضاءه جوه كانها ليل، فالميكس ما بين الاثنين مش مديك احساس انت نهار ولا ليل خلاص. طبعا واحد يقول لي طب يا باشمهندس هتفرق في ايه، اقول لك مثلا انت عندك شموع هنا على الترابيزه، الشموع دي المفروض دي اضاءه ليليه يعني مش هجيب النهار اولع شمعه، يعني الموضوع مش لوجيك خالص يعني اوكي تمام. الاباليك نفس الموضوع، فانا لا يعني المفروض ان انا الاضاءه دي تبقى او البلانه دي كنت المفروض ان اقفل الاضاءه بتاعتها، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنا في دوبليكيت في البلوك تمام، فوجئت بيها عشان ما حدش يقول لي مثلا ده غامق وده فاتح ليه، في دوبليكيت في البلوك هنا، في اثنين بلوك فوق بعض تمام، يعني في تكرار كوبي اثنين فوق بعض تمام، فكان لازم واحد يتمسك منهم طبعا. ده نقطه برضه عشان ايه، واحد يقول لي طب ليه البلوك ده فاتح ولا يعني البلوك ده مثلا اهو كده شفاف تمام اهو، وده كده غامق يعني هما اثنين، حتى لو قارنت ده بقارنت ده كده لا اقول لك ده اثنين فوق بعض، واحد بلاك اسود خالص اللي هو كان البلوك القديم اللي ما كانش فيه ماتيريال زي ما كنا بنشوف مشكله البلوكات، والجديد اللي انا